عليك تبي 7 دقائق 44 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا للسلطان بن مبارك بن سويد، عليك تبي تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات. عاشري أشواطنا أعلنت انطلاقته للبكار المهجنات الأصايل في انطلاقات يوم اللقاية. مباشرة أتقدم مع المراكز الأولى وأتقدم مع المركز الأول، مع خطيرة على المركز الأول حميد بن محمد بن حديد الجريبي، من يتقدم على المركز الأول ويقدم خطيرة راهي. المركز الثالث وتابع موض القادم، موض القادم لحمد بن محمد بن غريب بن راشد الكتبي، يتقدم في هذه اللحظات ويقدم موض. موض القادم على المركز الثالث، الرابع القادم شود سيب بن محمد، سيب سعيد بن محمد بن غفير النعيمي قادم على المركز الرابع، والمركز الخامس القادم نهب لمنصور بن سعيد العويسي القادم على المركز الخامس. سادس المراكز تتقدم في هذه اللحظات، ترنيمه القادمه لمحمد بن مطر بن راشد بن رقراقي المزروعي القادم في هذه اللحظات على المركز السادس. وسابع المراكز الشاهينيه لسيف بن علي بن عزيز الشريفي القادم في هذه اللحظات، وكذلك شعار بن حمرور يتقدم وينطلق مع امجاد سالم بن مسلم بن حمرور العامري. والمركز العاشر القادم هذه اللي وصلت وتقدمت الاندلس لسالم بن علي بن سعيد بن مران الظاهري. هكذا هي النتيجه لهذه الاسماء والشعارات الحاضره على ارضيه ميدان المرموم، تحفه ميادين السباقات. عوده الى الصداره الى بن حديد لنيمي، يتقدم على المركز الاول. بن حديد ينطلق على الصداره ويضرب بالحديد مع خطيرة، خطيرة على المركز الأول. المركز الثاني موض القادمة، موض وقشعار قايد فيلق الجبيب القادم مع موض محمد بن محمد بن غريب بن راشد الكتبي وبن غفير النعيمي القادم مع شود القادم سيف بن سعيد بن محمد بن غفير النعيمي. المركز الرابع، الرابع من الجانب الاخر راهي حمد بن سالم بن يطبع العامري، والخامسه اللي واصله نهب لمنصور بن سعيد العويسي وبن حمرور. يتقدم سالم بن مسلم بن حمرور العامري مع امجاد على المركز السادس. وسابعا الشاهينيه لسيف بن علي بن عزيز الشريفي، والمركز الثامن هذه اللي قادمه، ترنيمه القادمه لمحمد بن مطر بن راشد بن رقراقي المزروعي القادم على المركز الثامن. والمركز التاسع الوصول في هذه اللحظات من الاندلس القادمه لسالم بن علي بن مران الظاهري. والمركز العاشر شقره القادمه لراشد بن عبد الله المتفيج الكتبي. هكذا هي النتيجه بعد 2 كيلومتر. نعود الى الصداره، الى المراكز الاولى، الى مركزنا الاول بن غفين. بن غفين النعيمي يتقدم على الصدارة، يتقدم على المقدمة، لكن التغيير في هذه اللحظات اللي غيرت هذه نهب منصور بن سعيد بن علي العويسي يتقدم مع نهب على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني موض القادمة، موض القادمة في هذه اللحظات حمد بن محمد بن غريب بن راشد الكتبي
يتقدم في هذه اللحظات شعار بن غريب المركز الثالث الاندلس لمبران الظهري والمتفيج الاكتبي قادم مع شقره وبن حديد لجنيبي من الجانب الاخر وبن غفين القادم ما شاء الله ست اسماء في موقع واحد في هذه اللحظات مع اقترابنا في هذه اللحظات من الكيلو متر الاخير وبن غريب وموض بن غريب وموض وقايد قايد الجبيب ينطلق فيلق الجبيب يتكدف في هذه اللحظات مع موض يبغي السلامات لهالي الهير لكن هل العين قادمين هل العين يا بن غريب قادمين بن غفينة قادم ومن السلطنة قادم بن حديد لجنيبي قادم مع خطيرة يشكل خطورة والمتفيج لكتبي وبن بران وقرار قرار خذت القرار قرار طهبيب بن مطر بن عنود العامري قادم مع قرار لكن موض موض يا بن غريب موض وقرار قلت لكم انها خذت القرار في اللحظات الأخيرة قدمت قرار تقدمت قرار ما شاء الله على المركز الأول قرار قرار على الصدارة والمقدمة طهبيب أبو مطر بن عنود العامري سلامي عليك يا أبو مطر سلامي عليك يا راعي يا راعي قرار شوط المهجنات الأصايل اللقاية العاشر يذهب إلى قرار يذهب إلى قرار تهانينا والناموس لمالك قرار طهميمة بن مطر بن عنود العامري سلام يا العامري المركز الثاني الذيمة لراشد بن حمد بن مطر بن عميرة بن غريب على المركز الثالث الرابعة غزلان لعبد الله بن علي بن سليم العويسي والخامس المركز الخامس شودة لسيف بن سعيد بن محمد بن غفير النعيمي هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام نعود مع قرار ولحظات وصول قرار بعد الكيلومتر الأخير أكدت أن الشعار هذا موجود في صباح هذا اليوم وأعلنت الفوز والانتصار 7:36 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لطهميمة بن مطر بن عنودة العامري وسلام لمدينة العين المركز الثاني 7:38 جزء واحد من الثانية الذيبة لراشد بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي وصلت على المركز الثاني المركز الثالث مود اللي وصلت موض عفوا موض هذه موض لحمد بن محمد بن غريب الكتبي 7:38 من الثانية موض اللي وصلت على المركز الثالث تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نجدد لكم